الشوط السابع مخصص للحجايج البكار، مسافتنا 3 كيلومتر، جوائزنا من المركز الأول حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول والتغييرات حتى خط النهاية. وبنشوف الآن اللي في المركز الأول، المركز الأول في هذه اللحظة، اللي في المركز الأول العزوم للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري، وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني. نشوف اللي في المركز الثاني الحروق للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد سعيد بن محمد الكليلي العامري، وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث حربة للسيد أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، وهذا اسم يذكرنا بحربة ناقة حمدان بن سعيد بن يابر صاحبة السيوف صاحبة الكاسات، حافظ على هذا الاسم يا ابو العوضي. أنا هذا الاسم اسم انجازات، اسم كاسات يا عبدو، اسامي سيوف موجودة على ارضية هذا الميدان. يسعد لي هذا المساء الحلو الجميل، المساء الرمضاني في هذه الشارة الرمضانية، بدعم وبتوجيهات من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد حميد بن غانم النعيمي على مقدمة هذا الشوط. لا زالت سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني حربة للسيد أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. يا سلام يا حربة، بدأت الآن تتجه، وأرى شعار السيد سعيد بن محمد الكليلي على ظهر الشاهينية، بدأت تتسلل، بدأت تغير، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الشاهينية، جوهرة قادمة من مدينة العين من مجوهرات الكليلي، يعرضها في هذا المساء على أرضية ميدان دستور. يا سلام يا أبو محمد، يا سلام على هذا المال الطيب الذي يفرض نفسه في كل مكان وفي كل زمان للسيد سعيد بن محمد الكليلي. وفي المركز الثاني قرار في المركز الثاني للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي، وفي المركز الثالث حربة للسيد حمد بن العوضي بن يحيى المنهالي، وفي المركز الرابع الفاتن للسيد حمد بن مبخوته العامري، وفي المركز الخامس الشحانية للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. هذه النتيجة، ونرجع إلى الشواهين، إلى جواهر بنسميها جواهر يا عبدو، إيش رأيك على هذه الجوهرة الحلوة الجميلة على مقدمة هذا الشوط؟ ها هي جواهر على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن محمد الكليلي، مع جواهر على مقدمة هذا الشوط. هذه من مجوهرات الكليلي على أرضية ميدان دستور في هذا المساء، في هذا اليوم المبروك من يوم 27 رمضان. يا الله يا الله يا الله على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه جواهر هنا للسيد سعيد بن محمد الكليلي. في المركز الثاني الشحانية للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، لكن خلونا مع جوهرة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، جوهرة غالية، جوهرة ثمينة، ها هي من جواهر سعيد بن محمد الكليلي. بنقول سلام عليكم يا أهل مدينة العين ويا أهل العاصمة أبو ظبي، تهانينا للسيد سعيد بن محمد الكليلي على فوز جوهرة بالمركز الأول. المركز الثاني الشحانية للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، غرار في المركز الثالث للسيد سعيد بن مطهر بن محمد الرميذي، المركز الرابع حربة للسيد حمد بن العوضي بن يحيى المنهالي، المركز الخامس الحروق للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، وفي المركز الخامس هي الحروق للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي. هذه النتيجة، أفكارنا وأذهاننا سارت مع الجوهرة للسيد سعيد بن محمد الكليلي. دائما يجيب لنا جواهر حلوة جميلة في أرضية هذا الميدان. يا سلام
يا شوف التوقيت الزمني، ساعة وصول جوهرة إلى خط النهاية 4:35، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن محمد الكليلي، مساء الخير يا أبو محمد على هذا الأداء المتميز. الجوهرة الذي وصلت في المركز الثاني، الشحانية 4:35، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، والذي وصلت في المركز الثالث غرار. نشوف غرار ساعة وصولها إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 3 كيلومتر في زمن وغدرة 4:37، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، تهانينا للجميع.